كان ياسر شابا في 18 من عمره يملأ قلبه الطموح والأحلام. نشأ في أسرة متوسطة الحال، وكان والداه يبذلان قصارى جهدهما لتوفير حياة كريمة له ولإخوته. كان ياسر متفوقا في دراسته، يحلم بدخول كلية الطب لتحقيق حلم والده الذي طالما تمنى أن يرى ابنه طبيبا يخدم مجتمعه. في يوم من الأيام، وبينما كان ياسر في طريقه إلى المدرسة، التقى بصديق قديم يدعى سامر. كان سامر قد ترك الدراسة منذ فترة، وبدا عليه التغير الكبير. دعا سامر ياسر لحضور حفلة في منزل أحد أصدقائه، مؤكدا له أنها فرصة للترفيه والاسترخاء قبل امتحانات نهاية العام. تردد ياسر في البداية، لكن إلحاح سامر وفضوله دفعاه للموافقة. في تلك الحفلة تعرف ياسر على عالم جديد لم يألفه من قبل. رأى الشباب يتعاطون المخدرات ويضحكون بصوت عال ويبدون في حالة نشوة غريبة. ضغط عليه أصدقاؤه الجدد لتجربة حبة صغيرة، قائلين إنها ستجعله يشعر بالسعادة والنشوة. في لحظة ضعف وافق ياسر على تجربة المخدر للمرة الأولى في حياته، معتقدا أنها ستكون المرة الوحيدة. لكن تلك اللحظة كانت بداية رحلة مظلمة. بدأ ياسر يشعر بتغيرات في جسده وعقله، أصبح يتوق إلى تلك النشوة الزائفة التي شعر بها، وبدأ يبحث عن المزيد. تدريجيا بدأت حياته تنحدر، تراجعت درجاته في المدرسة، وبدأ يكذب على والديه ويسرق المال لشراء المخدرات. في غضون أشهر قليلة تحول ياسر من طالب متفوق إلى شاب مدمن يعيش في ظلام الإدمان. فقد أصدقاؤه الحقيقيين وخسر ثقة عائلته، وأصبح شبحا لذلك الفتى الطموح الذي كان يوما ما. وفي ليلة مظلمة، بينما كان ياسر جالسا وحيدا في غرفته يرتجف من آثار المخدر، نظر إلى صورته في المرآة. لم يعد يعرف الشخص الذي يراه. دموعه انهمرت وهو يتساءل كيف وصل إلى هذه الحالة، وهل من سبيل للعودة إلى الحياة التي كان يحلم بها؟ مع مرور الأيام أصبحت حياة ياسر تغرق أكثر فأكثر في بحر الإدمان المظلم. لم يعد ذلك الشاب المشرق الذي كان يوما ما، بل أصبح شبحا يتحرك بين ظلال الليل يبحث عن جرعته القادمة. في المدرسة بدأ المعلمون يلاحظون التغير الكبير في سلوك ياسر. غياباته المتكررة وتراجع مستواه الدراسي أثار قلقهم. حاول مدرس اللغة العربية الذي كان يعتبره ياسر قدوة له أن يتحدث معه، لكن ياسر تجنبه وابتعد عن الجميع. في المنزل كانت الأمور تزداد سوءا. بدأت والدة ياسر تلاحظ اختفاء مبالغ من المال وبعض المجوهرات. في البداية لم تشأ أن تصدق أن ابنها قد يكون هو السارق، لكن الشكوك بدأت تتسلل إلى قلبها. ذات ليلة عاد ياسر إلى المنزل متأخرا وهو في حالة غير طبيعية. رائحة غريبة تفوح منه وعيناه حمراوتان. واجهه والده بغضب سائلا إياه عن سبب تأخره وحالته تلك. لم يستطع ياسر الإجابة، بل اندفع نحو غرفته وأغلق الباب بعنف. في تلك الليلة سمع والداه صوت بكائه الخافت من خلف الباب المغلق. كان يتألمان لرؤية ابنهما يتحطم أمام أعينهما دون أن يعرفا كيف يساعدانه. مع مرور الوقت أصبحت المشاجرات اليومية هي القاعدة في منزل عائلة ياسر. صراخ والده وبكاء والدته أصبح أصواتا مألوفة. إخوته الصغار كانوا خائفين ومرتبكين، لا يفهمون ما يحدث لأخيهم الأكبر الذي كانوا يحبونه ويحترمونه. في إحدى الليالي، وبينما كان ياسر في حالة هيجان بسبب عدم تمكنه من الحصول على المخدر، قام بتحطيم محتويات غرفته. صرخات والدته وتوسلاتها لم تجد نفعا، وعندما حاول والده منعه دفعه ياسر بقوة مما أدى إلى سقوطه وإصابته. تلك اللحظة كانت صدمة للجميع. ياسر الذي كان يوما ما فخر العائلة أصبح الآن مصدر خوفهم وحزنهم. قررت العائلة في تلك الليلة أنهم بحاجة إلى مساعدة خارجية. خارج المنزل لم تكن الأمور أفضل حالا. فقد ياسر جميع أصدقائه القدامى واستبدلهم برفاق السوء الذين يشاركونه إدمانه. أصبح يتورط في مشاكل متكررة مع الشرطة بسبب المشاجرات والسرقات الصغيرة لتمويل إدمانه. في إحدى الليالي
وبينما كان ياسر يبحث عن المال لشراء المخدرات، قرر سرقة متجر صغير، لكن الأمور لم تسر كما خطط لها. صاحب المتجر، وهو رجل مسن، حاول منعه، مما أدى إلى مشاجرة بينهما. في لحظة من الجنون، دفع ياسر الرجل بقوة، مما أدى إلى سقوطه وإصابته بجروح خطيرة. هرب ياسر من المكان، وقلبه يخفق بشدة. للمرة الأولى، أدرك حجم الدمار الذي سببه إدمانه، ليس فقط لنفسه، بل لعائلته وللآخرين من حوله. جلس في زقاق مظلم، يرتجف من الخوف والبرد، ويتساءل: هل هناك أي أمل في الخلاص من هذا الجحيم الذي أوقع نفسه فيه؟ وبينما كانت دموعه تنهمر، سمع صوت صفارات الشرطة تقترب. أدرك ياسر أن حياته كما يعرفها قد انتهت، لكن هل كان هذا نهاية قصته حقا أم بداية لفصل جديد؟ صدى صفارات الشرطة يقترب، وقلب ياسر يخفق. في تلك اللحظة الحرجة اتخذ قرارا مفاجئا، لن يهرب هذه المرة. شعر بإرهاق شديد من الهروب من نفسه، من إدمانه، ومن كل شيء. عندما وصل رجال الشرطة، وجدوا ياسر جالسا على الرصيف مستسلما، نظر إليهم بعينين دامعتين وقال: أنا آسف، أريد المساعدة. في مركز الشرطة اعترف ياسر بكل شيء، شعر وكأن جبلا قد أزيح عن كتفيه. للمرة الأولى منذ فترة طويلة شعر بنوع من الراحة، راحة الصدق. عندما وصل والداه إلى المركز، كان المشهد مؤلما. دموع أمه ونظرات خيبة الأمل في عيني والده كانت أقسى عقاب تلقاه ياسر، لكن وسط كل هذا الألم كان هناك شعور بالأمل. قال والده بصوت متهدج: سنواجه هذا معا يا بني. بسبب سنه وظروفه، قرر القاضي إرسال ياسر إلى مركز لإعادة التأهيل بدلا من السجن. كانت هذه فرصة ثانية، وياسر كان مصمما على الاستفادة منها. في مركز إعادة التأهيل واجه ياسر تحديات كبيرة. الأيام الأولى كانت قاسية، مع أعراض الانسحاب المؤلمة. كان يصرخ ويبكي متوسلا للحصول على جرعة، لكن الطاقم الطبي والمرشدين كانوا صبورين ومتفهمين. مع مرور الوقت بدأ ياسر يستعيد وعيه وإدراكه. بدأ يشارك في جلسات العلاج الجماعي، حيث التقى بشباب آخرين مروا بتجارب مماثلة. استمع إلى قصصهم وشارك قصته الخاصة، وبدأ يدرك أنه ليس وحيدا في معركته. خلال فترة علاجه كان والداه يزورانه بانتظام. في البداية كانت اللقاءات مشحونة بالتوتر والصمت، لكن تدريجيا بدأوا في إعادة بناء الجسور التي تحطمت. في إحدى الزيارات نظر ياسر إلى والديه وقال بدموع الندم: سامحوني، أعدكم أنني سأتغير. مع اقتراب نهاية فترة العلاج بدأ ياسر يفكر في مستقبله. كان يدرك أن الطريق لن يكون سهلا، وأن الإغراءات ستكون موجودة دائما، لكنه كان مصمما على المواجهة. في يوم خروجه من المركز استقبله والداه بأحضان دافئة. كانت هذه بداية جديدة، فرصة لإعادة كتابة قصته. نظر ياسر إلى السماء الزرقاء وتنفس بعمق. كان يعلم أن الطريق طويل، لكنه كان مستعدا للتحدي. وبينما كانت السيارة تنطلق به نحو المنزل، كان ياسر يفكر في كل الدروس التي تعلمها. كان يدرك أن قصته يمكن أن تكون درسا للآخرين، تحذيرا من مخاطر المخدرات، وإشارة أمل لمن يمرون بنفس التجربة. مرت 5 سنوات منذ خروج ياسر من مركز إعادة التأهيل. كانت رحلة طويلة ومليئة بالتحديات، لكنه استطاع بفضل الله، ثم بدعم عائلته وإرادته القوية، أن يثبت على طريق التعافي. في البداية واجه ياسر صعوبات كبيرة في إعادة بناء حياته. نظرات الشك من المجتمع والصراع الداخلي مع نفسه كان تحديين كبيرين، لكنه تمسك بإيمانه وعزيمته، مدركا أن كل يوم يمر دون العودة للإدمان هو انتصار بحد ذاته. عاد ياسر إلى الدراسة، وبالرغم من أنه لم يستطع تحقيق حلمه القديم بدراسة الطب، إلا أنه وجد شغفا جديدا في علم النفس والإرشاد. أراد أن يستخدم تجربته لمساعدة الآخرين الذين يمرون بنفس المحنة. بعد تخرجه بدأ ياسر العمل في مركز لعلاج الإدمان. كان يشارك قصته مع المدمنين ويمنحهم الأمل بأن التغيير ممكن. أصبح مثالا حيا على أن الإنسان قادر على تجاوز أصعب التحديات إذا تمسك بالإيمان والعزيمة. في إحدى الأمسيات، وبينما كان ياسر يلقي محاضرة في مدرسة ثانوية للتوعية من مخاطر المخدرات، لمح وجها مألوفا في الجمهور. كان صديقه القديم سامر الذي قدم له المخدرات لأول مرة.
بعد المحاضرة اقترب سامر من ياسر بعينين دامعتين وقال: سامحني يا صديقي، لقد أثرت في حياتي اليوم. في تلك اللحظة أدرك ياسر أن رحلته لم تكن عبثا، لقد تحول ألمه إلى قوة وضعفه إلى مصدر إلهام للآخرين. قصة ياسر هي قصة عن السقوط والنهوض، عن الضياع والعودة. إنها تذكرنا بأن الإنسان قد يخطئ، لكن الأهم هو قدرته على التعلم من أخطائه والنهوض مجددا. إذن ما العبرة التي استفدتها من القصة؟ أيضا لا تنسى أن تدعمنا بإعجاب ومتابعة الحساب إذا لم تكن مشترك بعد، ونلقاكم بقصة معبرة جديدة.